معقول يا فخامة الرئيس؟ شو بدي قل لك بكل احترام؟ معقول كلماتك تدخل التاريخ؟ وعبقول كلماتك مش أفعالك، لأنه العظمة عادة بيتحاسبوا على اللي بيعلنوه وبيقولوه. قلت إنك بدك تسلم الرئيس يلي بيجي بعدك، هيدا إذا خليت رئيس يجي بلد أحسن من اللي استلمته. طيب خلينا نبلش. وصلت فخامتك وكانت الكهرباء يعني ماشي الحال، تجي بين 12 و16 ساعة كل يوم، وهلق صارت أنجق الضو البيت بالنهار ومش بالليل شي نص ساعة. وعدت اللبنانية إنه بدك تزبط الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية والتربوية، وكل هالشي حكيته بخطاب القسم أمام النواب. طيب شو صار قبل كم يوم مما تخلص ولايتك؟ ما في اقتصاد، احترق دينيا اللي اخترعه. اللبناني عم بيجوع، ويلي مش قادر يصبر على الجوع عم يروح يسرق ويشلح ويقتل تياكل أو تيطعمي ولاده. اللبناني عم بيموت عباب المستشفى لأنه ما عاد في ولا مستشفى بتستقبل مريض، وإذا كان هالمريض وضعه بيتطلب إنه يشتري دواء ما بيلاقيه ولا بأي صيدلية. وعدنا نروح على جهنم، ويمكن هيدا الشيء الوحيد يلي وعدنا فيه وزبطت معك. وهلق فوق كل هالشي بلشت تبشرنا إنك مش رح تفل من بعبدة إذا ما في حكومة كاملة الأوصاف. الناس صارت محتارة كيف بدها تودعك فخامة الرئيس، شي بده يعمل مظاهرات تواكبك على الرابية، وشي بده يعمل مظاهرات يرقص ويحتفل ويغني إنك فليت. هيدا إذا خليتن بالمشبرح موفق يا فخامة الرئيس، بس فل والله معك.